السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا هيكون فيديو حلو جدا. زي ما انتم شايفين الدنيا هنا مكركبه، شفتوا الاوضه دي مكركبه قد ايه؟ هتشوفوا التغييرات والتعديلات اللي اتغيرت فيها 24 درجه. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون فيديو لسيده زي ما بيقولوا كده ب 100 راجل، او بجد والله. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون السيدة اللي معانا الجميلة دي هتصمم النهاردة الأوضة زي ما انتوا شايفين كده، هتعمل أوضة للخزين. بجد هتكون أوضة حلوة جدا. طبعا انتوا شفتوا الأوضة عاملة ازاي والحاجة اللي فيها عاملة ازاي. حولت الأوضة دي من أوضة كانت يعني زي ما تقولوا كده أوضة ما كانتش منظمة، كان فيها خزين وكل حاجة، بس زي ما انتوا شايفين يعني كل كركبة وكل حاجة في قلب البيت كانت بتحط في الغرفة دي. احيانا مننا سيدات كتير عندهم كده برضو بيبقى في غرفه اللي هي ايه كل حاجه عندها بتحطها في الاوضه دي وخلاص، المهم تبقى الشقه من بره نظيفه. هنا السيده اللي معانا حولتها لغرفه تانية هتشوفوها ان شاء الله حلوه جدا جدا فيني النهارده، هيعجبكم جدا. بس طبعا حابه اقول لكم حطوا اللايك للفيديو، ولو انت اول مره بتشوف القناه عندي من خلال الفيديو ده يا ريت تنوروا عيلتي الكبيره وتشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد مني وكل اشعاراتي الفيديوهات الجديدة اللي انا بنزلها كل يوم. فضلا منكم بقى حطوا اللايك للفيديو، بجد يعني نفس الفيديو ده تحطوا له لايكات كتيرة، وكمان تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت لان رأيكم طبعا يهمني وفوق راسي من فوق. اول حاجة كده زي ما انتوا شفتوا الغرفة عندها هي كانت شالت الحاجة اللي فيها، وكان فيها زي ما انتوا شايفين كان فيه خروم في الحيطة، طبعا ابتدت ان هي ترممها ودهنتها علشان كل حاجة تضيع من الأوضة تكون الأوضة شكلها حلو. بعد كده بقى جابت المنظمات اللي انتوا شفتوها دي، حبت ان هي تنظم المنظمات دي وكل حاجة هنشوفها معاها بالتدريج. اول حاجه بقى بعد كده دهنت الاوضه او دهنت الغرفه، بعد طبعا ما كانت صممت الدواليب اللي هي هتحطها في الغرفه، وطبعا بعد ما الغرفه بتاعتها نشفت تماما من الدهانات جابت الحاجات اللي انتوا شفتوها، الدواليب اللي انتوا شفتوها دي وبالشانيور واشتغلت. ليه بقى انا كتبت العنوان سيده يعني فعلا متفوقة عن بعض السيدات؟ لاني في كتير طبعا كل السيدات متفوقين في اي حاجة هي بتعملها، كل السيدات متفوقة، لاني يعني شابو لكل السيدات وكل امرأة وكل بنوتة وكل ام يعني بتعمل اي حاجة في البيت ومعاها اولاد وكلام ده كله بتبقى تعب عليها وبتبقى متفوقة. ولكن ليه انا قلت هنا السيدة دي متفوقة؟ كتير مننا طبعا مش بيعرف يمسك الشنيور او مش بيعرف يشتغل، معنى اصح شغل فيه نجارة او شغل فيه تعب شوية، كتير 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 مننا. فهنا هي تفوقت في الحتة دي، عندها الشجاعة شوية ان هي تعمل حاجاتها بايديها هي من غير ما يعني تستغل حد او تجيب حد. فاهمين قصدي ايه؟ هنا طبعا كانت بتظبط الحاجة بتاعتها زي ما انتوا شايفين، المنظمات الحلوة الجميلة اللي بجد بتنظم الدنيا وبتظبط الدنيا. طبعا هي جابت الاستيكر اللي هو بيتلزق على المنظمات اللي هي او البرطمانات اللي بتحط فيها البقوليات بقى زي ما انتوا شفتوا، كمان والشوكولاتات والحاجات دي كلها والخضار وكله، وحطيتها عليها. هنا طبعا كانت بتنظم الاول المكان اللي هو بتاع التوابل، بعد كده بقى حطت الدقيق والسكر بتاعها والنشا وكل حاجه، يعني هي عملت ايه بند بند كده كل حاجه مختصيه بحاجتها. هنا لو تلاحظوا حطت الزيت بتاعها برده الفاتح الغامق، وبعد كده عملت تحت منه الخل وهكذا. زي ما انتوا شايفين كل حاجه منظمه، حتى الشوكولاتات والكلام ده برده حطيتها مع بعضها. الخضار البطاطس والبصل زي ما انتوا شايفين حطيته برده في ركن لوحده. يعني كل حاجة فيها نظام بجد يا جماعة بتكون حلوة جدا، لدرجة كمان النجفة. انت شفتوا النجفة عملتها معاكوا اهي وركبتها. هنا عملت كمان زي نظام بوكس او ستاند او تربو لأزايز المية تخزن فيها كده، زي ما انتوا شايفين ازايز المية او تحط فيها ازايز المية بشكل حلو برده وبشكل منظم. وداعا بقى برده لانك تكوني حاطه ازايز الميه دي عندك في المطبخ، طبعا هي ميه معدنيه، فبدل ما تكون مثلا الازايز دي في المطبخ وكده، لا
الغرفة دي صممتها للخزين زي ما انتوا شايفين كده، بجد غرفة حلوة جدا جدا بجد. عايزاكم اللي لسه محطش لايك ينزل يحط لايك بسرعة، لان بجد يعني فيديو النهاردة يستاهل منكم بجد بجد اللايك. مش عارفة ليه انت بتخش الفيديو وبتشوف الفيديو ولكن مش بتحط اللايك، ليه مش عارفة. في ناس لو مش عارفة اللايك تحت الفيديو على طول هتلاقي زرار كده عامل اعجاب، دوس عليه، وفي زرار جنبه مش يعني اللي هو الديسلايك اللي هو مش اعجاب، عادي والله. انا مفيش عندي مشكلة طبعا مع اختلاف الاراء والاذواق، في منكم ممكن يعمل ديسلايك وده يتشال على راسي من فوق، وفي منكم بيعمل لايك وده يتشال على راسي برضو من فوق، بس يعني بحب اللي يقيمني مش اكتر والله. طبعا انتوا شفتوا بقى هنا الحاجات بتاعتها او البقوليات بتاعتها، وشفتوا بقى المكان اللي حطت فيه البيض، وهنا كمان عملت الزيوت والخل بتاعها والحاجات دي كلها. بجد شكله شكله يفتح النفس كده. يا ريت كلنا عندنا تبقى غرفة صغيرة، ولو ليكن لو غرفة انت مش بتستعمليها تبقى حلوة جدا جدا لغرفة يعني الخزين كده زي ما انتوا شايفين، حطت فيها كل حاجة، شوكولاتات، بقوليات، نواشف، كل حاجة حطتها فيها. كمان الصلصات والصوصات زي ما انتوا شايفين. طبعا الفيديو شارح نفسه، ولكن في ناس كتيرة بتقول لي احنا في حاجات والله احنا مش بيكون واخدين بالنا منها، وانتي لما بتقوليها بتخلينا ناخد بالنا منها. وفي ناس كتيرة بتقول لي يا رودي انتي رغاية كتير وتتكلمي كتير، بس والله انا ما رغاية ولا حاجة يا جماعة. في ناس كتيرة بتكون عايزة يعني بتكون مش واخدة بالها من حاجة، فانا بالتالي بخليها تاخد بالها منها. طبعا هي عامله لكم جوله سريعه كده بتوريكم الحاجه شكلها ايه بعد طبعا ما خلصتها وبعد التعب اللي هي تعبته فيها. بجد شابو ليها، هي ما شاء الله عليها شطوره جدا جدا. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين دخلت على غرفه النوم عندها بتعمل تنظيفه كده لغرفه النوم بتاعتها، هتشوفوا تنظيفتها وطريقتها في غرفه النوم بتاعتها حلوه جدا جدا. اول حاجه كده طبعا معاها ملمع الموبيليا. ناس كتيره مش عارفه ملمع الموبيليا، وناس كتيره بتخاف من ملمع الموبيليا. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد اللي مجربش ملمع الموبيليا خالص يجربه، بجد حلو جدا جدا، بيخلي لك كده شكل الموبيليا بتاعتك حلوه جدا كانك لسه جايباها دلوقتي اهو من جمالها. وفي نفس الوقت كمان الملمع اللي احنا بنجيبه بتاع الموبيليا ده بيكون فيه عطر او بيكون فيه روائح، فبيخلي لك كمان ريحه الغرفه بتاعتك، او لو انت عامله سفره بقى، او مثلا لو عامله سفره وحد داخل من باب الشقه بيبقى ريحتها حلوه جدا جدا، حتى لو عامله في غرفه النوم او في اي غرفه بجد بتبقى حلوه جدا. اللي ما جربهوش يجربه، واللي خايف منه ما يخافش منه، وان شاء الله هيكون حلو، جربوه. بس اهم حاجه تجيبوا نوعيه تكون كويسه. بعد كده بعد ما نضفت طبعا الكومود الاتنين، عملت المرتبة بتاعتها، لبست المرتبة بتاعتها طبعا الكفر بتاعها. وبعد كده دي فرشة وبرة، الفرشة بتاعت الوبرة دي بتعمل بيها ايه؟ بتلمي بيها كل اللي على الكفر، عشان لو في اي وبر عليه وحتى الكابوتينيه بتاع السرير. وبعد كده كوت بقى الوش بتاع المرتبة بالمكوة كده، علشان يكون مفروض على السرير ويكون شكله حلو. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين خلصت المرتبة خالص، بقت بقى زي ما انتوا شايفين مفرودة خالص، وفي نفس الوقت شكلها حلو جدا. الكفر بتاع المرتبة بعد ما خالص خالص شكله بقى حلو جدا جدا، مفرود كده وبيدي منظر جميل حلو قوي. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين عملت ايه، جابت الحيط بتاعها او الملاية بتاعتها فردتها كده على المرتبة، وبتعمل منها بقى شكل حلو على المرتبة. يعني هي كانت بتوريكم في الاول كده اللي هو يعني وهو مفروض من غير ما تعمليه على المرتبة كلها بيكون شكله ايه، وبعد ما حطته كده في المكتب في السوري في المرتبة بيكون شكله ايه. طبعا هو والمرتبة ملفوفة عليه خالص بجد بيديكي شكل حلو جدا جدا، وفي نفس الوقت بيخلي المرتبة ليها شكل. بعد كده جابت الكوفرتا،
وفردتها كده على المرتبة برضو، وهتعمل لكم منها شكل. الشكل ده حلو جدا برضو، تقدري انك انت تعمليه عندك في غرفة نومك، وفي نفس الوقت كمان يعني بيخلي شكل السرير حلو. خدوا بالكم بقى من الحتة دي عشان اللي عايز ينفذ شكل الكوفرتا كده. طبعا احنا داخلين على الصيف، او احنا في الصيف دلوقتي، فبتبقى شكلها حلو جدا لما بتعمليها. في نفس الوقت بيكون شكلها حلو، بتدي شكل حلو للسرير. خدوا بالكم بقى، انا والله ما رضيت اجري الفيديو او اسرعه علشان خاطر طبعا ايه، في ناس كتيرة بتكتب لي في الكومنتات ما تسرعيش الفيديو قوي علشان نستفاد منه كتير ونبقى واخدين بالنا. اخدت بالكم بقى بعد ما خلصتها حطيتها فين؟ حطيتها في المرتبة كده من تحت ومن الجناب علشان خاطر ما تبقاش باينة، وفي نفس الوقت يكون شكلها حلو. انا ما رضيتش اجريها لكم والله علشان تستفادوا منها، ولو في عروسة مثلا جديدة بتشوفني، او لو ست بيت سيدة عادية في ست في بيتها عايزة تعمل كده تعملها، وفي نفس الوقت تبقى اخدة الفكرة بالظبط تكون عاملاها ازاي. شوفوا بقى شكلها فرق جدا جدا طبعا بعد ما اتعملت، بجد بقى شكلها حلو جدا جدا. بعد كده بقى تعمل الكوشن بتاع السرير، هي جايباه كده، جايبه الكوشن او جايبه كيس المخده، جايبه كيس المخده بتاعها فرو، وهتلبسه للكوشن كده، شكله حلو جدا برضو وبيدي شكل لذيذ جدا في الفرش. ده شكله. بعد كده بقى جابت كوشن باللون البني علشان تكسر اللون شويه. طبعا هي عامله على السرير الكوشن الفرو باللون الاوف وايت والكوفرتا باللون الاوف وايت، فعلشان تكسر اللون شويه قامت جابت كوشن بالبني، وبعد كده حطت قدامه اوف وايت، وبعد كده ده عملت برضو الكوشن اللي هو السيلفر دوت عشان يدي شكل حلو. طبعا كلنا اخدنا لمسة جمالية كتير في فيديوهات كتيرة من حتة الفرو الجميلة اللي بنحطها كنوع من الديكور على السرير او على اي حاجة عندنا. طبعا هي خلصت بقى بترش كده الغرفة بعد ما خلصت، بجد بقت غرفة عروسة، صح ولا لأ؟ حطوا بقى اللايك عشان الجمال والنظافة دي. وفي نفس الوقت كمان يعني الواحد يبقى ليه نفس كده. طبعا لو انتي ما عندكيش الشجاعة ومتشجعي وتنصتي بسرعة 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 وخلصي حاجاتك وخلصي غرفة النوم بتاعتك وخلصي كل الحاجة اللي عندك زي ما انتوا شايفين كده، علشان الدنيا تكون نظيفة عندك وتكون الدنيا مهندمة بالشكل ده. عايزة اقولكم ان هي ام كمان لابن صغير او ولد صغنون، فطبعا معاها طفل، فمش عروسة يعني، يعني ممكن حد يشوف يقول ده هي لسه متجوزة وكده فالدنيا عندها جميلة وكده. لا، المحافظة يا جماعة على الحاجة صدقوني بتخلي لكم الحاجة نظيفة ولو هتقعد عندكم سنين وسنين. اهم حاجة بس عندنا الصحة وراحة البال والستر. ان شاء الله ربنا يدينا الصحة كده ويدينا الستر من عنده ان شاء الله. اسفه لو كنت طولت عليكم النهارده الفيديو، بس غصب عني والله حبيت ان انا اجيب لكم في حاجات كانت دقيقه جدا في الفيديو، فحبيت ان انا اجيبها لكم وما تكونش سريعه عشان تستفادوا منها اكتر. بس كده يا حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون السيده معانا الجميله اللي كانت معانا النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم الفيديو الجاي واسيبكم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.